الشاعرة المرحومة الشابة وجدان النقيب أو وجدان عبد الإله النقيب، شاعرة عراقية ولدت في بغداد ونشأت في بغداد يتيمة الأم، ولدت سنة 1991 ميلادية، درست في معهد الفنون التطبيقية ببغداد. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. اليوم متجهين إلى قبر الشاعرة الشابة وجدان عبد الإله النقيب، اللي قبرها موجود ومقبرة وادي السلام، المقبرة القديمة. من تريد تجي القبر الشاعر وجدان النقيب، عدة طرق تؤدي إلى القبر مالتها. تريد تجي من جهة الإمام علي من شارع الطوسي على جراج الطوابق وتدخل إلى القبر مالتها، تمشي مسافة 100 متر أو 150 متر، راح تسأل ويدلوك بقبر الشاعرة وجدان النقيب. أو تريد تجيها من جهة البحر أو الحولي وتروح بشارع بير عليوي وتوصل إلى قريب المغتسل مال بير عليوي وتتجه إلى جراج الطوابق وتنزل من يمه بالفرع الصغير الترابي، تتجه بين القبور وراح تسأل وأيضا يدلوك بقبر الشاعرة وجدان النقيب. طبعا الشاعرة وجدان النقيب اشتهرت كشاعرة شعبية ومحاربة للسرطان في بدايات عقد 2010 بالعراق. وجدان النقيب عانت من سرطان الغدد اللمفاوية وحاربت السرطان بالشعر وأصدرت مجموعاتها الشعرية الأولى حجل وأحلام وطفولة 9 أشهر قبل وفاتها. لقد كانت كتبها باللهجة العراقية والفصحى. لقد دعمها والدها وشجعها عريان السيد خلف بعد أن عرفها وكان هو المعلم الروحي لها. توفيت عن عمر يناهز 24 عاما بعد صراع مع المرض. خضعت للعلاج الكيميائي والإشعاعي ولعمليات جراحية، ولكن الأطباء يئسوا من حالتها وصارحوها بأن أمامها 4 سنوات فقط. إن وجدان النقيب عرفت كرمز نسائي لمحاربة السرطان وقامت بكتابة الشعر ولها العديد من اللقاءات التلفزيونية مع أشهر مقدمي البرامج في العراق. لقد توفيت وجدان النقيب في ليل 15 سبتمبر 2016 13 ذو الحجة 1437. وبعد وفاتها راح مواطنيها يتناقلون قصتها في مواقع التواصل الاجتماعي. لقد تفتحت قريحتها الشعرية منذ صغرها، فكان ملهمها الأول هو والدها. مارست كتابة الشعر في أيام جامعية كهاوية، واستمر والدها بدعمها فكان يشرح لها أصول الشعر الشعبي والمصطلحات الجنوبية، وشهد أول صعود لها على المنصة الشعرية في مهرجان خاص للمعهد الذي تخرجت منه. وجدان النقيب التقت بالشاعر السيد عريان السيد خلف بعد أن عرفت هي مصابة بالسرطان وكان هو المعلم
الروحي لها. بعد ما استمرينا بالسير وصلنا إلى نهاية الشارع قرب مغتسل بير عليوي، وهذا اللي تشوفونه قدامكم هو جراج الطوابق مقابله فرع صغير. من خلال هذا الفرع الصغير من خلاله راح نتجه إلى قبر الشاعرة الشابة وجدان النقي. مثل ما تشوفون نزلنا من أمام جراج الطوابق متجهين من خلال هذا الفرع الصغير إلى قبر الشاعرة الشابة وجدان النقيب، اللي القبر مالتها موجود أم مقبرة وادي السلام بالمقبرة القديمة. قدرنا اليوم نوصل إلى قبر الشاعرة وجدان النقيب بعد معاناة وتعب، وتعبنا أكثر ما تصورون. يلا قدرنا نوصل إلى قبرها بعد ما استعانينا بالدفان ومن دفان إلى دفان آخر واتصالات مع ناس. يلا قدرنا نوصل إلى قبرها، لأن يعني قبرها داخل القبور وما حد يندله. هواية من عندكم طلبوا من عندي أن أوصل إلى قبر الشاعرة وجدان النقيب، واليوم قدرت أن أحقق رغبة كل المتابعين واللي يشاهدون حاليا الفيديو اللي طلبته من عندي. قدرت اليوم أوصل إلى قبر وجدان النقيب وأقرأ لها سورة الفاتحة حتى أنتم أيضا تندلونها وتقرؤوا لها سورة الفاتحة، ومستقبلا اللي يحب يجيها من خلال هذا الفيديو يقدر يوصل إلى قبر الشاعرة وجدان النقيب. أما الدليل واضح والطريق أيضا واضح. دخلنا حاليا إلى قبر الشاعرة وجدان النقيب اللي هي موجود هذا قبرها الناصي. السلام عليكم، اليوم رجعت لكم بحلقة جديدة. حلقتنا هذا اليوم هي بخصوص قبر الشاعرة الشابة وجدان النقيب اللي هي وجدان عبد الإله عبد الستار النقيب، الموجودة بالمقبرة القديمة مقابل الجراج وبالطوابق. واي من عندكم طلبوا من عندنا أن نوصل إلى قبر الشاعرة وجدان النقيب ونصورها حتى ننزلها على قناة اليوتيوب. واليوم بعد التعب بعد ما سألنا وقدرنا نوصل إلى قبر الشاعرة وجدان النقيب اللي توفت بعد صراع مع المرض وبقت تعاني، وإلى أن توفت واندفنت بمقبرة وادي السلام. رحم الله من قرأ سورة الفاتحة إلى روح الشاعرة الشابة وجدان النقيب، مسبوقة بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفاتحة. بعد هذا التعب اللي اليوم تعبنا وصلنا إلى قبر الشاعرة وجدان النقيب، أتمنى تسوونا دعم وتخلون لايكات للفيديو حتى يصعد الكل الناس والناس تندل قبرها وتقدر توصل لها حتى تقرأ لها سورة الفاتحة. القبر ما يتيه، إذا اتابع الفيديو للأخير راح من خلال الفيديو تقدر توصل إلى قبر الشاعرة وجدان النقيب اللي موجود بمقبرة وادي السلام. حلقتنا لهذا اليوم انتهت يم قبر الشاعرة الشابة وجدان عبد الإله عبد الستار النقيب اللي مدفونة بمقبرة وادي السلام المقبرة القديمة. اليوم قدرنا نوصل إليها بعد ما أنتم طلبتوا أن نوصل إلى قبر الشاعرة وجدان النقيب ونقرأ لها سورة الفاتحة وننزلها على قناة اليوتيوب. لا تنسون الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل ما هو جديد، ودعما لنا لا تنسون بلايكات وتعليقات. واللي عنده قبر لفنان أو لشاعر حتى نوصله خلي يكتب لنا بالتعليقات ويدلنا عليه ويعطينا العنوان مالته الصحيح أو اسم الدفان حتى نقدر نوصل له بسهولة. وانتظرونا بحلقة قادمة إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى عجبكم الفيديو لهذا اليوم
ولا تنسى اشترك بالقناة وخلي لايك للفيديو ودعم القناة حتى تصعد الكل.